رسوم تسجيل الدراجات النارية باختلافها قد خفضت حسب مديرية المرور العامة التي بيّنت أن قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2020 قد نص على تسجيل أي مركبة تحوي محركاً بسعة 40 سي سي فما فوق، وقد دخلت البلاد عبر الجمارك بصفة مركبة لا غير. الدراجة ذات عجلتين هي 100,000 مقطوعة للتسجيل لأول مرة، واللي يعني يكون ثلاث عجلات هي 300 مقطوعة، بالإضافة ينضاف لها رسوم التسجيل اللي هي 84,000 مختلفة. نعم نعم، بالنسبة للرسم أني أقصد الرسم التسجيل، يعني حال شلون شراء الرقم، يعني سيارة الأربعة سلندر يكون 2,000,000، تسجل اللي تكون داخلة بصفة شرعية للقطر وتكون بها كتب تسجيل أصولية ويكون بحضور مالكها الشرعي أو المستورد. المرور العامة أوضحت أنها حددت موقع الحسينية ببغداد ومواقع في المحافظات لاستقبال طلبات تسجيل الدراجات دون المرور بالحجز الإلكتروني، في وقت تغص الشوارع بأعداد هائلة من الدراجات غير الأصولية من التي دخلت البلاد عبر الجمارك بصفة لعب أطفال أو قطع غيار كما تحدث مواطنون. الدراجات حالها حال المركبات، أنه مركبة لا تحمل أوراق ثبوتية ولا تحمل لوحات تسجيل، أنا من حقي كمديرية مرور العامة محاسبتها دون الـ 40 سي سي أو بعض الدراجات. إحنا يمكن صار اتفاق في القرار يمكن 101 بخصوص تجوالهم ضمن المناطق دون الخروج إلى الطرقات الرسمية. رغم دعوات المرور العامة المستمرة لأصحاب الدراجات النارية لتسجيل دراجاتهم، إلا أن نسبة إقبالهم ليست بالمرتفعة بسبب عدم محاسبة الكم الهائل من العجلات المضللة والتي لا تحمل لوحات حسب تعبيرهم. أما آخرون فيرون أن المشكلة الحقيقية تكمن في آلية دخول الدراجات النارية بشكل غير أصولي من خلال منافذ وجمارك البلاد. ياسر عامر، العراقية الإخبارية، بغداد.